Thank you.
أكرر ما قلته في يوم القدس، أنه يمكن أن تخطئوا في التقدير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، وقد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة. قد يكون خطأكم في التقدير هو الذي يؤدي إلى الحرب الكبرى في المنطقة، والحرب الكبرى في المنطقة هي التي ستودي بكم إلى الهاوية إن لم تودي بكم إلى الزوال.